يوم الخميس الماضي كان في حريق في إحدى المستشفيات، مستشفى النور المحمدي بالمطرية التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية. الحقيقة كان حريق هائل، كان في كل الأخبار، امتد، كان في نتيجة ماس كهربائي بوحدة الأشعة المقطعية بالطبق الأرضي، امتد الحريق للدور الخامس، توفي على إثره صيدلي واثنين من طاقم الفريق الطبي، وأصيب 32 آخرين، وتم إخراج المرضى بسرعة وإسعافهم وتوزيعهم ونقلهم على مستشفيات أخرى. لكن وسط كل هذا، كل اللي بيحصل ده وسط الحريق، كان في عمليات بتجرى، كان في عملية بتجرى لطفلة عندها 5 سنوات، كان عندها عيب خلقي في القولون، وكان بنت متخدرة وبيعملوا لها عملية. الحريقة ولعت، الناس كلها بتجري والعملية شغالة. الحقيقة هنا لازم نتوقف ونقول ان الطبيب، سواء طبيب الجراحة او طبيب التخدير، لم ينسحب من العملية، ولكن اصر على استكمال الجراحة، وبرغم ان ابو الطفلة كان عايز يدخل وياخد الطفلة ويجري بيها، لانه خايف طبعا الدنيا بتولع والناس بتصرخ، لكن الطبيب الجراح اصر على استكمال العملية، وطبيب التخدير اصر على انه يفضل موجود جنب الطفلة، وكمان بعد العملية يستنى شوية لإفاقتها، وبعد كده بعد إفاقتها ياخدوها وينزلوا يذهبوا إلى مستشفى أخرى. الحقيقة ده مشهد مهم جدا، بيؤكد قد إيه الأطباء عندنا عندهم ضمير، عندهم شجاعة، عندهم احترام للقسم وللمهنة التي أقسموا عليها. معي على الهاتف أو عبر زوم الدكتور رفعت إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بطب الأزهر. دكتور مساء الخير، وبحييك الحقيقة على هذا المشهد. مساء الخير أستاذة لميسة، ازي حضرتك يا فندم، وشاكر جدا مقدمه حضرتك الجميله دي. احكي لنا بقى حصل ايه يا دكتور بالظبط، ايه القصه، الطفله كتب ايه، نوع الجراحه، وايه اللي حصل؟ تمام حضرتك، هو اثناء عملي مستشفى نور المحمدي التابعه للجمعيه الشرعيه بالمطريه باجراء جراحه في القولون، الجراحه دقيقه بالقولون لطفل تبلغ من العمر 5 سنوات اسمها فريده. بعد ما بدأنا العملية واحنا في وسط العملية سمعنا دخلت علينا العاملة قالت يا جماعة المستشفى بتتحرق، وأنا اعتقدت حاجة بسيطة يعني، فقلت لها طب اقفلوا علينا الباب وخلينا نكمل شغلنا. بعد شوية سمعت صوت انفجارات وصريخ وفي كل أنحاء المستشفى، وبدأ ريحة دخان. لقينا أفراد من الإدارة طلعوا قالوا يا دكتور احنا لازم نخلي المستشفى دلوقتي. فقلت لهم انا مش هقدر اخلي المستشفى، انا البنت بطنها مفتوحه والبنت متخدره، مستحيل ان انا هنزل بيها كده، هنزل بيها كده هتموت. فيا دكتور لا لازم، قلت لهم لا مش لازم، انا مش هخرج ان شاء الله، لا لازم الجراحه تتم. دكتور علي، قلت له دكتور علي قال ان شاء الله لا احنا مع البنت لغايه ما تتم الجراحه وفوق ونخرج بيها. حضرتك بعد شويه فوجئنا انا ودكتور علي بقينا لوحدنا. دكتور علي هو دكتور علي الدسوقي استشاري التخدير اللي كان مع حضرتك. ومعانا على التليفون، هنكلمه دلوقتي، اتفضل. تمام، ودكتور محمد سيف مدرس مساعد جراحه الاطفال المساعد بتاعي. المهم قلنا مش هنسيب الحاله، اصبحنا لوحدنا، ما عندناش عمال ولا تمريض ولا اي حد، لان العمال خرجوا بره لاخلاء بقيه المرضى من القسم الداخلي. حضرتك شويه لقينا ان الناس بدا ابو البنت دخل علينا العمليات، فقلت له اهدى احنا قدامنا 10 دقائق ما تقلقش خالص وان شاء الله هنخلص وما تقلقش. الجميل في الموضوع ان بعد شويه فوجئنا لقينا 3 من الشبان طلعوا لنا وسط الحريق بيقولوا يا دكتور يلا احنا جايين ننزلك. قلت له يا حبيبي احنا مش هننزل، احنا هنخلص العمليه. الجميل ان هم ردوا قالوا احنا معاك يا دكتور مش هنمشي لغايه ما تخلص. قلت لهم طب انا هطلب من حد منكم ينزل بس يجهز لنا عربيه اسعاف وحد يامن لنا طريق الخروج. كان اخذنا حوالي 10 دقائق ربع ساعه، خلصنا الحمد لله الجراحه واحنا شغالين. دي بقى كانت اللحظه الفارقه ان احنا الاكسجين طبعا قطع علينا، الغازات اللي احنا بنشتغل بيها قطعت، الكهرباء قطعت. فوجئنا طبعا ما كانش في اي امكان ان احنا نشتغل. قلت له لو سمحت نور لي الموبايل، نور الموبايل. قلت له اديني 10 دقائق يا فندم وحضرتك بتفوت. 10 دقائق الحمد لله كنا مخلصين الجراحه بتاعتنا، دكتور علي فوق الحاله. بعد كده جينا خارجين لقينا الدنيا سودة، احنا مش شايفين قدامنا حاجه، احنا بقينا ماشيين بالاتجاه،
بس عارفين ده اتجاه الخروج. الاولاد اللي كانوا معانا ما شاء الله بداوا يساعدونا، يكسروا يفتحوا شبابيك، يحاولوا يدخلوا اماره، كسروا باب الطوارئ. المهم حضرتك الحمد لله قدرنا ننزل بصعوبه بمساعده الشباب اللي كانوا موجودين. دخلنا البنت عربيه الاسعاف، اتجهت بيها على مستشفى، الحمد لله برضه عربيه الاسعاف كانت مجهزه ومنتظرانا. اتجهنا بيها على مستشفى باب الشعريه تبع جامعه الازهر. الجميل جدا برضه ان احنا وصلنا المستشفى لقينا الدكاتره منتظريننا على باب المستشفى. يعني حضرتك كان دكتور عماد قندير، الدكتور احمد جمال منتظريننا على باب المستشفى. اتعمل للبنت الاسعافات الاوليه، طلعنا بيها القسم عندنا. البنت الحمد لله الوعي، استردت الوعي كاملا. بعد كده خدت العلاج والمحاليل بتاعتها، ثاني يوم حصل الاخراج بتاعها وكلت وشربت. بعدها بيومين الحمد لله خرجت، وكانت النهارده الحمد لله معايا في العياده في المتابعه وسليمه الحمد لله، ونحمد ربنا ان ربنا نجانا. ويمكن ربنا نجانا بان احنا يعني ان احنا شويه اتاخرنا من الاستاذه لميس، يمكن هم اللي خلوا خروجنا اسهل. ليه يا دكتور؟ هقول لحضرتك احنا لو كان حصل تدافع، حصل تدافع اثناء الخروج، التدافع ده ادى لخروج اختناقات وكسور وكلام من ده. احنا الحمد لله الربع ساعه اللي احنا اتاخرناها كان رجال الحمايه المدنيه بداوا يسيطروا على الحريق شويه، بداوا يفتحوا نوافذ، بداوا يفتحوا الابواب المغلقه، فده يمكن كان نزولنا احنا بعد ربع ساعه اسهل من اللي نزلوا في الاول. ودي طبعا يمكن دي كان حاجه ربنا مقدرها لنا، ان احنا عشان ادينا واجبنا وفضلنا موجودين مع طيب. الطفله لغايه ما خلصت، ان احنا الحمد لله نزلنا بالطريقه دي. طب دكتور رفعت، بصراحه وانت بتجري عمليه، اولا دي عمليه تعتبر دقيقه ولا عمليه سهله ولا عمليه ايه؟ لا دي عمليات من اللي هي تصنف عمليات ذات مهاره خاصه، عمليه دقيقه طبعا. طيب هذه العملية الدقيقة اللي بتحتاج طبعا مهارة وبتحتاج تركيز وبتحتاج يعني كل التفاصيل اللي لها علاقة بجراحة، يعني اما جم يقولوا لك انه المكان بيولع، المستشفى بتتحرق، يلا يا دكتور لازم نمشي، هنا تأثير كل ده على الجراح بقى، على ايد الجراح، على تركيزه. بصراحة ما خفتش، ما قلقتش، ما ايديك ما اترعشتش، يعني هنا التركيز بقى على اداء الجراح راح نفسه. بص يا فندم، صدقا فندم حضرتك احنا يعني احنا متعودين كجراحين في شغلنا ان احنا بنشتغل تحت ضغط نفسي، وبنقدر الحمد لله نتحكم في اعصابنا، بس ولكن ايه اللي مش بعيدنا؟ حريقة، مش حريقة ولعت، وانك خايف، مش بس انت خايف على نفسك وعلى المريض، خايف على المريض طبعا، لكن خايف على المريض وعلى نفسك كمان كإنسان يعني. لا الحمد لله يا فندم، انا هقول لحضرتك حاجه برضو. والد الطفله لما جه ما شاء الله، يعني والد الطفله كان عنده ثبات الحمد لله وعنده ايمان، وهو حتى لما بنقول له احنا قدامنا ان شاء الله 10 دقائق قال ان شاء الله ربنا هيوقف معانا وهنكمل. فدي الكلمتين دول يمكن الدنيا عظيمه اكتر، ان انا اكمل واخلص. الشباب اللي طلعوا يا فندم اللي انا قلت لهم ساعات فيهم مين ينزلوا الشباب وما دول رضوش بقى؟ ينزلوا. مين الشباب دول يا دكتور؟ هل والله يا فندم انا ما اعرفهمش، ما يعني تعرفهمش؟ انا هم شباب من المنطقه، لكن انا يعني كشخصيا انا ما اعرفهمش. تخيل لما هم يردوا يقولوا لي واحنا كمان مش نازلين، طب انا هيكون رد فعلي ايه لما الشباب اللي طلعوا لنا وسط النار والدخان بيقولوا مش نازلين؟ ابو البنت يقول ربنا ان شاء الله معانا وبتاع، وعنده ثبات وعنده ايمان ان احنا هنخلص. ده كله طبعا اداني دفعه قويه جدا ان انا اخلص الحاله ونقدر ننزل بيها، وربنا يساعدنا ان احنا نخلصها كده. يعني الحقيقة شجاعة عظيمة وفعلا احترام للقسم واحترام للمهنة. أرجو أن تبقى معي دكتور رفعت. أنا معايا دكتور علي الدسوقي استشاري التخدير أيضا على التليفون. دكتور علي، يعني برضو هنا طبيب التخدير عليه دور مهم جدا في الجراحة وفيما ما بعد الجراحة أيضا. كلمني عن أصعب اللحظات، وحصل إيه بقى لما الأكسجين اتقطع والكهرباء اتقطعت؟ نورته إيه بالموبايل ولا نورته بإيه يا دكتور؟ هو احنا كنا ماشيين كويس، احنا كنا ماشيين كويس جدا ساعة العملية لغاية ما النور اتقطع الساعة 2:30 بعد الحريقة بشوية. أما جه الدفاع المدني قطع النور وقطع عني الأكسجين عشان خاطر التانك الأكسجين بتاع المستشفى ما فرقعش، وكان لسه قدامنا حوالي تلت ساعة على إن الدكتور رفعت يخلص. فطبعا بدأت أستعمل الحاجات البدائية الموجودة في العمليات، اللي هو الكشاف الكهرباء بتاع الكشاف الموبايل بتاعي بنور للدكتور بيه، والاكسجين للصالونات الصغيره الملحقه بالجهاز عندي، والمونيتور عندي ليه بطاريه، يعني بشغل الحاجات كلها بالبطاري مش بالكهرباء. ودي حاجات تعتبر بدائيه ومده استخدامها مش طويله.
فبس الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا بسرعه، وبدات افوق الطفله. وكان عندي مشكله اللي هي ابو المريضه واهلها كانوا طبعا هيتجننوا بعد لما لقوا الكهرباء اتقطعت، بيخبطوا جامد على الباب. فانا قلت للحكيمه دخلي ابوها بس عشان ايه يجي يشوفها وهي بتفوق يطمن شويه. ايوه. فجي دخل وريتها له، قلت له بص بنتك اهي، دي بنت انا مش بنتك انت، واحنا زي الفل وكل حاجه عندنا كويسه، انا بس مش هقدر انزلها العربيه الاسعاف لما اكون كامله الافاقه. ليه يا دكتور بقى؟ يعني قول لي. انا حضرتك احنا في الرابع. وانا مش ضامن الدور الارضي شكله ايه، وفي حريق وفي دخان، لو انا نزلتها مش كامله الافاقه ممكن على بال ما انزل تكون ازرقت ويكون حصل مضاعفات مش حلوه. أيوة. فلازم تكون بتتنفس الهواء اللي بتنفسه انا وحضرتك بنفس أيوة. درجه التشبع. دي اسمها الافاقه الكامله. هل قلقت لما الاكسجين اتقطع يعني، وانه الحاجات اللي معاك دي تقعد فترات قليله، دي حاجات بتبقى جاهزه موجوده في حال انقطاع الاكسجين ولا ايه الاجهزه الاخرى؟ احنا عندنا حاجه، في حاجات عندنا في عندنا حاجات احتياطيه في غرفه العمليات اسمها للطوارئ يعني. ايوه. بس طبعا بتبقى معموله على ربع ساعه نص ساعه مش اكتر من كده يعني. فالحمد لله ان احنا قدرت افوقها في الزمن ده، وفاقت كويسه وبدات تتحرك، وقدرنا ان احنا ناخدها بمساعده طبعا شباب المطريه اللي احنا ما نعرفهمش، ما نعرفش اسمائهم بس نعرف اشكالهم، بصراحه يعني كانوا ابطال يعني. وفروا لنا منفذ امن ننزل منه على عربيه الاسعاف، واخد بالك، وشالوا معانا البنت لغايه تحت، ودول يشكروا برضك، دول هم يعتبر بطوله برضك شباب المطريه. طبعا طبعا. يعني بحييك دكتور علي الدسوقي، استشاري التخدير في هذه الجراحه البطوليه. دكتور رفعت برجع لك مره ثانيه، اصعب لحظه كانت ايه يا دكتور؟ اصعب لحظه كانت لحظه انقطاع التيار الكهرباء. طبعا. حضرتك بس الحمد لله يعني، انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، انا في الوقت ده تذكرت سبحان الله يعني، قلت سبحان الله يعني الاكسجين قطع، الغاز قطع، الكهرباء قطعت، لكن اكيد ان شاء الله رحمه ربنا ومشيئته لسه موجوده وهنكمل ان شاء الله، وربنا ان شاء الله الحمد لله وقف معانا ولغايه ما كملنا الحمد لله. تحيه ليك يا دكتور رفعت ابراهيم. انا دكتور. انا ليا طلب عند حضرتك. اتفضل اؤمر. اتفضل يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. انا بناشد حضرتك من خلال برنامج حضرتك، احنا يا فندم المستشفى دي مستشفى قائمه على الاعمال الخيريه. نعم. المستشفى دي الكشف فيها كل العاملين بيها استشاريين واساتذه، قيمه الكشف فيها 50 جنيه. نعم. بتقوم بعمل تقريبا خدمه 7 مليون مواطن من الطبقه الفقيره والمتوسطه. نعم. احنا عايزين يا فندم تكاتف الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال بمساعدة حضرتك إن المستشفى دي ترجع تاني يا فندم. المستشفى دي لخدمة الفقراء، بتخدم أكتر من 7 مليون شخص يا فندم في المطرية. هي اسمها إيه دو؟ مستشفى؟ مستشفى النور المحمدي التابعة للجمعية الشرعية بميدان المسلة المطرية. يعني اكيد هنعمل، واكيد سامعيننا كل الاجهزه وكل يعني جمعيات العمل الاهلي والمجتمع المدني اللي بيساعدوا في هذه الامور. هذه مستشفى بتخدم 7 مليون مواطن في المطريه، من اللي هم غير قادرين اولا، لسه التامين الصحي ما وصلهمش، وغير قادرين على يعني ان هم يذهبوا الى يعني مستشفى اخرى. ودي مستشفى ب يعني تكلفه بسيطه جدا، فمن اجل هؤلاء محتاجين ان احنا يعني اكيد يبقى في دعم في الجمعيه، وان احنا نقدر نعيد بناء هذه المستشفى. تحيه للدكتور رفعت ابراهيم استاذ جراحه الاطفال بطب الازهر، وتحيه للدكتور علي الدسوقي استشاري التخدير، وتحيه للمساعد اللي كان مساعد الدكتور رفعت، وايضا للثلاث شباب اللي ما نعرفهمش من شباب المطرية اللي كانوا يعني عملوا مجهود خرافي وتحرك بطولي، طلعوا ووقفوا جنب الدكاترة وقدروا ان هم يخرجوهم. احنا ما نعرفش اسامي هؤلاء الشباب، ولكن هو ده الشباب المصري، هم دول رجال مصر، هم دول الشباب ولاد البلد، ولاد الاحياء دي اللي فعلا بتورث ولادها البطولة والاحساس بالنخوة والاحساس بالشجاعة، والناس اللي بترمي نفسها في النار بنعرفهم
دايما في المواقف الصعبه. الحمد لله على سلامه فريده، عمليه صعبه، تحيه لاسرتها. والحقيقه انها يعني فريده ربنا كتب لها عمر جديد على يد هؤلاء الدكاتره. مشهد عظيم يعني، كتير بنشتكي من حاجات وكتير بنقول كان في مشكله هنا ومشكله هناك، لما بنشوف دكاتره زي دول، لما بنشوف شباب زي دول، بنحس ان الدنيا فعلا لسه بخير.